بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم حلقة جديدة من رومنتادا على شاشة قناة المحور. أكيد كرة القدم هي الشغل الشاغل لكل الجماهير بكل انتماءاتها وطوائف، يعني الانتماء والتشجيع لكل الأندية. بالتالي لو اتكلمنا في مصر هنقول أهلي وزمالك وإسماعيلي ومصري ومحلة واتحاد سكندري، لكن لما بتكلم بقى على المشاركات الدولية، على المشاركات الكبيره في البطولات القاريه، بنقول اهلي، بنقول زمالك. في الفتره اللي فاتت ظهر بيراميدز، ظهرت فيوتشر. لكن الان هنبدا، طالما هنبدا اخبارنا باخبار واحد من الانديه اللي بتشارك في المحافل الدوليه ومحققه نتائج ولا اروع، حقق السنه اللي فاتت كل البطولات منها دوري الابطال، وكان لسه معمول في النادي الاهلي احتفال كبير جدا جدا يليق بهذا النادي الكبير وباللاعبين المميزين اللي حققوا كل هذا الكم من البطولات، هو النادي الاهلي. دايما كده ربنا وعدنا بايه؟ بشويه وجع مشاكل، شويه اختلاف وجهات نظر، شويه امور كده دايما ما بتخلناش نمشي في التراك الصح. الاهلي كبطل دوري الابطال، واتحاد العاصمه الجزائري اللي هو طبعا اللي هو الكونفدراليه الافريقيه، الاثنين بيلعبوا قبل بدايه كل موسم، سواء موسم افريقي او موسم محلي، بيبقى السوبر المحلي وبيبقى في السوبر الافريقي. الاهلي هيلعب المباراه دي، وخلاص بالتحديد خلاص حددوا موعد لاقامه هذه المباراه في طبعا مدينه الطائف بالمملكه العربيه السعوديه يوم 15 سبتمبر المقبل. لكن في التوقيت ده هيبقى في ارتباطات لمنتخبنا الوطني الاول، منها مباراتي اثيوبيا ومباراه تونس. لو نرجع تاني بالذاكرة قبل كده، الأهلي قبل كده برضو كان له مشكلة مع المنتخب الوطني أو اختلاف في الرؤى وجهات النظر، خليها كده ما تبقاش مشكلة، يعني اختلاف في الرؤى إن النادي الأهلي كان هيشارك في بطولة كأس العالم للأندية ومنتخبنا الوطني عنده ارتباط. برضو قبل كده الزمالك كان عنده ارتباط والمنتخب عنده ارتباط، وبالتالي كان في مشاكل للاعبين الدوليين بالنسبة للنادي الأهلي ونادي الزمالك. القصة إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مش في دماغه المباريات الودية أو المباريات الرسمية، هو عنده أجندة بيعملها. الأجندة بتقول إن يوم 15 زي ما اتفقوا سبتمبر بالمملكة العربية السعودية، معنا هو موجود اهو على الموقع الكيف، إن يوم 15 بالمملكة العربية السعودية 15 سبتمبر أو 15/9 يبقى فيه هناك أو موجود أو تقام بطولة السوبر الأفريقي ما بين النادي الأهلي المصري بطل دوري الأبطال واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية. ده كلام نهائي وأخذوا القرار، والجماعة في الاتحاد الأفريقي أنتوا عارفين يعني هم فاردين عضلاتهم وهم خلاص اليوم يبقى اليوم، دون النظر إلى بعض الارتباطات الدولية للمنتخبات. يعني أنت لو بتتكلم عن مثلا يعني إن الأهلي وتونس اللي بيلعبوا، لو الفريق ده من تونس خلاص هيبقى فيه فعلا تعارض، لان في هناك لاعبين يمثلوا النادي، ممثل الكره التونسيه، منهم لاعبين في المنتخب وايضا ومنهم لاعبين من النادي الممثل الكره المصريه موجودين في المنتخب، بالتالي هيبقى فيه يعني مشكله. لكن على الجانب الاخر الاهلي هيلعب تونس، مصر هتلعب تونس، والاهلي هيلعب اتحاد العاصمه الجزائري، يعني برضه ما فيش تعارض. هم من وجهه نظرهم ومن وجهه الاجنده بتاعتهم هم دايما بيبقوا حاطين ان معايير او حاطين قواعد ان دي ده الميعاد، خلاص خدنا الميعاد وخدنا موافقه المملكه العربيه السعوديه يوم 15 سبتمبر لاحتضان السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي المصري بطل دوري الابطال واتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه. بالتالي هتحصل مشكله. كيف الخروج من هذا المأزق؟ ونرجع تاني نكرر نفس التجربه اللي حصلت قبل كده ونفس المشكله اللي حصلت قبل كده. ازاي تحل لاعبي النادي الاهلي اللي يروحوا مع ناديهم كاس العالم للانديه زي ما كان قبل؟ ازاي لعيبه الزمالك اللي عندهم مباريات افريقيه وعندهم مشكله، وازاي حضروا شويه وبعدين خرجوا كملوا؟ يعني قصه بصراحه بتخلينا امام مشكله. ولو تفتكروا في حلقات سابقه ان اتحاد كره القدم المصري، اعتقد لو متخون الذاكره، كان وجه خطاب الى الاتحاد الافريقي لتحديد الموعد، وبرضه النادي الاهلي كان بعت خطاب يحدد فيه مع اتحاد الكره الارتباطات القادمه في الفتره اللي فاتت. دي الامور دي هنشوفها في الفتره اللي جايه هتوصل لايه. اكيد النادي الاهلي على اعتاب لقب قاري مهم جدا، وده حقه في وجود كل الدوليين المشاركين، وده معانا بيان النادي الاهلي اعتقد اللي بيطالب فيه طبعا
إعفاء لاعبي من التواجد والمشاركة مع منتخبنا الوطني، باعتبار أن المنتخب ضمن التأهل إلى البطولات الأفريقية اللي هي في كوتوفوار 24. مباراة أثيوبيا هي تحصيل حاصل، لكن هل روي فيتوريا واتحاد كرة القدم المصري والقائمين على المنتخب الوطني المصري هيرضوا بكده؟ لا، استدعاء أي لاعب للمنتخب شرف ما بعده شرف، عشان بس نتكلم بكل أمان. لكن برضو الارتباطات الدولية بالنسبة للنادي الأهلي وتمثيل الكرة المصرية في هذا المحفل الأفريقي الكبير، وأن تقام هذه المباراة على أرض المملكة العربية السعودية في ظل وجود جالية من الجانبين، وإن كان الجالية المصرية تبقى كتيرة وموجودة وداعمة للنادي الأهلي في حصد لقب كبير، هو ده اللي هنشوفه على أرض الواقع في الفترة اللي جاية. دايما الأمور دي بتحصل عندنا هنا في مصر، بس بأمانة عشان برضو نتكلم بكل أمانة، ما بنشوفهاش مع فوز الأرجح في المغرب، ما بنشوفهاش في تونس مع وديع الجريء، ما بنشوفهاش في الجزائر مع اكس او واي او زد من الناس لو يعني مش فاكر اسم الرئيس مع كل الاحترام والتقدير له، ما بنشوفهاش مع جنوب افريقيا، ما بنشوفهاش مع فرق القاره السمراء، اتحادات القاره السمراء. ليه المشكله دايما وبنصدر المشكله دايما للفرق المصريه والمنتخب المصري في منافساته، سواء منافسات على مستوى الانديه او منافسات على مستوى المنتخبات؟ مفيش حد يقول المنتخب خلاص ضمن، لا مفيش الكلام ده، دي مش اجنده الرياضه. التنافس والتباري في الرياضه وفي الفير بلاي، انك انت بتقولش لا ده خلاص انت امورك خلاص خلصت، خلاص يلا مشي امورك، لا 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 لا، انت بتلعب فول تيم بتاعك، عندك مدير فني بتجيبه لهم بالعمله الصعبه ومعاه مساعدين وبيشتغلوا وماشيين خطوات مهمه جدا، وراجل محقق العلامه الكامله روي فيتوريا ومحقق رصيد كبير جدا من الاهداف ووصل معاك الى كوت ديفوار 24، والراجل بيستعد ان دي مباراه بالنسبه له. ماذا لو لم يوفق روي فيتوريا في مباراتي اثيوبيا؟ ماذا لو ادى اداء غير مغاير في ظل عدم اكتمال صفوفه امام تونس؟ ما دي امور كبيرة جدا، أعتقد إن هي بالنسبة له أمام الرأي العام، أمام الرأي العام الرياضي المصري وما أكثره من مواقع، من تلفزيونات، من راديو، من صحف، من حاجات كتيرة جدا، هتبقى التوائب بالنسبة له تقول لك لا روي فيتوريا مش كويس، روي فيتوريا مش هو ده اللي مش هيحقق المعادلة الصعبة. أكيد للرأي والتوضيح واحد من كتابنا الصحفيين الكبار ومحلل الرومنتادا الاستاذ شريف عبد القادر. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، واهلا بمشاهدي قناه المحور وبرنامج الرومنتادا. هتقعد بقى تعيرني وتقول انا بعمل معاك مداخلات وموجود معاك ضيف ان اعلى نسبه مشاهده. هنشوف رايك في ازمه النادي الاهلي وازمه المنتخب، وهنشوف المردود اللي من وراها من الفولورز قد ايه. استاذ شريف، هي مش ازمه ولا حاجه، هو حق مشروع لكل نادي انه والمنتخب برضه خلي بالك، والمنتخب طبعا وكل اتحاد وكل منتخب وكل ان هو يستدعي كل لاعبيه او يحافظ على كل لاعبيه، خاصه لما يكون عنده مواجهه حاسمه على لقب، وده اول لقب او اول بطوله هياخدها الاهلي هذا الموسم وهي السوبر الافريقي. بالتاكيد قائمه المنتخب هتكون حافله بعدد كبير من لاعبي الاهلي المهمين في قائمته اللي هتبقى هياخد بيها مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه يوم 15. طبعا ماتش مباراه اثيوبيا بالفعل هي تحصيل حاصل، ولكن مباراه تونس هتبقى مباراه قويه، ودائما ما بتحظى بمنافسه وحماس شديد وشراسه، فمن الجائز ان ممكن يصاب لاعب، يتعرض لاعب للاصابه، فيخسروا الاهلي في مباراه مهمه امام اتحاد العاصمه. طبعا الاهلي قائمته كبيره، وقائمته فيها اكثر من لاعب مميز واكثر من لاعب يقدر يسد الفراغ، والاهلي دائما يعني بمن حضر زي ما بيتقال، ولكن هو شايف ان ده برضو يوم 12 عقبال ما يرجعوا له يوم 13 السفر هيبقى، فكل ده هيبقى اجهاد على اللعيبه، حتى لو لما قدر الله ما حدش تعرض منهم لاصابه وده ما نتمناهوش، ولكن هيبقى فيه اجهاد على اللعيبه، معسكر برضو طويل، مباراتين، مباراه تونس دي مباراه هتبقى قويه طبعا، خاصه واحنا بنسعى دائما ان احنا نحقق مع فيتوريا الفوز ونحقق معاه انجازات على اساس الترتيب والتصنيف الدولي بتاعنا، العالمي بتاعنا، بنحافظ على تصنيفنا، كل ده عشان قرعه تصفيات كاس العالم وقرعه تصفيات كاس الامم. كيف الخروج من هذا المخزق الشريف؟ طبعا على الاقل يعني مثلا يعني هيتشاف الموضوع ايه، خاصه وان الاهلي حتى في بيانه وضح
لما كان في احتياج للاعبته في كاس الامم 2021 اللي كانت في الكاميرون، الاهلي سابهم وراح خاض كاس العالم المونديال بالبدلاء والشباب. فيعني كان في تعاون وكان في قبل كده بادره طيبه من النادي الاهلي، وانا مش شايف انها ازمه لو سابوهم يعني للاهلي. يعني ممكن يلعبوا ماتش اثيوبيا ويسيبوه. استاذ شريف، انا برضو انا في البدايه في بدايه الحديث في النهارده في البرنامج قلت ان الاتحاد الافريقي دايما هو بيحط القواعد دي وخلاص، عاجبكم مش عاجبكم هو ده كلامي. هل هو برضو هو الخطا طبعا من الاتحاد الافريقي انه عامل المباريات بالظبط قريبه من بعضها؟ يعني كان ممكن مباراه السوبر دي تبقى يوم 16 او 17، ما فيهاش مشكله. يعني مش فاهم ليه يوم 15. خلي بالك مش اول مره زنق الدنيا. طبعا قبل كده برضو كان في مباريات المنتخب وكان الاهلي عنده مباريات في بطوله افريقيا، نفس الحكايه في دوري ابطال افريقيا، وكان برضو المده ضيقه وضيقه والمسافه ضيقه بين المباريات، الايام مضيقه، فطبعا دي عملت ازمه للمنتخب وللاهلي نفسه. قلت الحاجات دي ما بشوفهاش في المغرب مع فوز الاكشع ولا وديع الجريء في تونس ولا حد في جنوب افريقيا ولا اي حد من حضرتك. يعني مش عايزين ندخل نفسنا في لا ما هو ده اللي بيحصل ارض الواقع. لا ده اللي بيحصل ارض الواقع للاسف. يعني للاسف يعني احنا بنعرف الاخبار دلوقتي بتاعت الاتحاد الافريقي من المغرب مش من الكاف نفسه. تمام. بنعرف كل تفاصيل وكل القرارات من الصحافه المغربيه قبل ما يتم الاعلان عنها. اعتقد ان هي المشكله في طريقه الحل، يعني او الازمه دي او الامر ده في طريق الحل، وسيتم الاتفاق على حل يرضي جميع الاطراف سواء المنتخب او النادي الاهلي. هل اتحاد القرى مقصر؟ يعني لو برضو انا غلطان قول لي لا انت سؤالك غلط. هل اتحاد القرى مقصر او يعني متباطئ في انه كان يبقى في رد على الاتحاد الافريقي لكره القدم ويقول له ان ده مباراه دوليه ولابد من وجود كل اللاعبين المصريين تحت عباءه المنتخب الوطني، وعلى الجانب الاخر ان السوبر الافريقي هو حدث مهم جدا بينظم ايضا الاتحاد الافريقي وهو بين فريقين كبيرين، فريق مصري وفريق جزائري، يعني كان لابد من رد من اتحاد كره القدم المصري؟ هو بص يعني انا يعني هو اولا احنا ما عندناش اتحاد كوره عشان يقصر ما في يأدي، يعني عندنا ناس بتسافر بس. لكن هو طبعا المباريات متحدده، مباراه تونس دي متحدده من فتره، مباراه اثيوبيا. هو المشكله في ان الكاف حدد الماتش بتاع السوبر يوم 15. شريف مشوار كاب برضه بيرجع كده عن الاجنده، او راجل اللي ماسك لجنه مسابقات الاتحاد الافريقي بيقول ان هناك مباراه دوليه وهناك سوبر وهناك مباراه كونفدراليه وهناك دوري ابطال. للاسف الشديد ما حدش بيراعي ولا الاتحاد الافريقي بيراعي. ما انت عارف الاتحاد الافريقي بيدار ازاي برضه. ما هو بيدار ازاي؟ بيدار بالاهواء وبالشخصنه وبالمصالح. وانت بتشوف البطولات بتقام ازاي وبيتم تنظيمها ازاي والنهائيات بتقام ازاي والتحكيم عامل ازاي في الاتحاد الافريقي. فهي نفس الماساه، يعني احنا عايشين في ماساه في افريقيا سواء على مستوى الاتحاد الافريقي. ده انت دوله المقر الأهلية. دوله المقر ومؤسس من المؤسسين الرئيسيين. مفيش اجتماعات اصلا مفيش اي اجتماعات ولا اي حاجه بتتم في دوله المقر. خلاص احنا دوله المقر اسما بس، يعني اسما ومبنى في اكتوبر. لكن اداره الاتحاد بتتم في الدار البيضاء والرباط، يعني ملهاش علاقه بينا خالص. يعني طب متشيبي مفيش حاجه كده من جنوب افريقيا بتطلع منها قرارات ولا كلها من كذا؟ بص يا حب، كلها مصالح، لعبه مصالح وكلها توازنات. وانت النهارده عندي وانا بكره عندك، ماشي. واخر حاجه بيفكروا فيها تطوير الكره في افريقيا بشكل عام وفي الاتحادات الاهليه، اخر حاجه بيفكروا فيها يعني باستثناء بعض الاتحادات اللي بتفكر في مصالح منتخباتها او دولها، غير كده مفيش حد بيفكر، كله بيفكر على مصلحته الشخصيه وازاي يحافظ على الكرسي اللي هو قاعد عليه اطول فتره ممكنه. استاذ شريف عبد القادر نقدر رياضي كبير، بشكرك شكرا جزيلا. ويعني زمان في الاعداد بيقول لي اشكر استاذ شريف عشان معاك شخصيه من الشخصيات الرياضيه الكبيره والقديره والمؤثره، سواء لاعبا ومدربا، اسم كبير يشار دائما له بالبنان، كابتننا الكبير كابتن مختار مختار. اهلا بيك محمد. يا كابتن وحشنا. ربنا يخليك. والله بجد وحشنا، انا سعيد يعني لما قالوا لي حضرتك معانا على التليفون. جزاك الله كل خير، الله يكرمك. يعني مفتقدين حضرتك، مفتقدين خبرات حضرتك التدريبيه في الملاعب المصريه في الفتره الاخيره. الله يكرمك، الحمد لله، الحمد لله على اي حال.
الأهلي المصري كيف ترى ناديك وأنت أحد الأبناء المخلصين للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة وحصده هذا الكم الكبير من البطولات وأيضا مباراته القادمة أمام اتحاد عاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية يوم 15/9؟ يعني الأهلي بفضل الله بخير الحمد لله، الأمور كويسة جدا. أكيد البطولات يعني مستحقة، بتدي ثقة كبيرة جدا جدا للي جاي، وهو ده اللي احنا بنأمله ان شاء الله، ان مزيد من البطولات. اكيد ان دي مزيد من الناس، تعلية للنادي بشكل كبير جدا جدا، لان النادي الاهلي بفضل الله يعني عنده كل اسباب النجاح، يعني من استقرار، من جمهور، من يعني اسباب مالية بشكل كويس. اكيد كل دي اسباب توفر يعني تواجد قوي جدا 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 على كل مستوى، على المستويات كلها بتاعت البطولات. كابتن. نعم. يعني اسمح لي اسالك سؤال، يعني هل ماذا يحتاج النادي الاهلي لمواصله هذا الكم الكبير، بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، من الانجازات اللي حصلت السنه اللي فاتت ويواصل دايما يعني حظ البطولات كما عودنا الاهلي دائما؟ يعني اكيد يعني في اسباب كبيره جدا جدا للنجاح محمد. الاسباب دي زي ما انا قلت لك ان هي متوفره بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، استقرار على اعلى مستوى، لعيبه ما شاء الله يعني عندهم ثقه في نفسهم هائله جدا جدا، بطولات بيحققوها على اعلى مستوى، كل دي كمان بتدي دفعات قويه جدا جدا، جمهور وراهم يعني بيحرك الحجر زي ما بيقولوا. فكل اسباب النجاح متواجده بالنسبه للنادي الاهلي في اي بطوله هو بيشارك فيها، والناس يعني مستنيه للنادي الاهلي، لانه بصراحه من فضل الله يعني سبب سعاده كبيره جدا جدا للجمهور المصري في انحاء مصر وفي انحاء الوطن العربي وفي انحاء كل الاماكن اللي بيشرف فيها النادي الاهلي بلده وناديه بشكل كبير قوي. كابتن مختار، صفقات النادي الاهلي ومنها امام عاشور على سبيل المثال، يعني شايفها من الصفقات اللي فعلا كان محتاجها النادي الاهلي؟ شوف انا يعني انا كان لي تحفظ على امام عاشور صراحه، لكن اكيد ان هي صفقه فنيا اكيد ان شاء الله، لان انا بقول ان هو لعيب كويس، يعني لعيب كويس جدا ولعيب مفيد، ولو صفقه للنادي الاهلي اكيد ان هي صفقه تبقى يعني ممكن تبقى يعني ناجحه بشكل كبير قوي، لكن انا كنت تحفظ عليا على الطريقه وحاجات كتيره كده قبل ما يجي امام، لكن قبل ما يجي لازم اصبح ان هو لعيب في النادي الاهلي خلاص. اكيد ان احنا كلنا بنسانده بشكل قوي جدا، لان في الاول وفي الاخر مسانده لنادينا اللي هو يعني سبب سعادتنا كلنا. الاهلي ما زال محتاج المهاجم الافريقي او المهاجم العالمي؟ اكيد ان هو كان يعني برضه برغم ان يعني ما شاء الله لعبته بتأدي دور كبير جدا جدا، واللي بيلعب بيأدي بشكل كويس او بيبذل اقصى جهد عنده وبيطلع افضل ما عنده، بدليل ان هو واحنا بنقول ان هو محتاج مهاجم انه بيحقق كل البطولات دي. فاكيد برضه يعني اي فرقه في العالم، اي فرقه في العالم حتى الفرقه اللي يعني الكبيره قوي بعد انتهاء الموسم اكيد ان هو بيلاقي حساباته ويشوف ترتيب نفسه بيحتاج ايه، اكيد ان كل الفرق بتبقى محتاجه ساعد تدعيم. وبعدين لما نكون محتاجين تدعيم في مركز ولا مركزين في ظروف زي دي، اكيد ان دي برضه تبقى حاجه ايجابيه يعني بشكل كويس، واتمنى ان شاء الله ان هو يوفق في حته ان هو يوجد مهاجم على مستوى يليق بالنادي الاهلي. كابتن مختار اسمح لي سؤالي الاخير يعني بس هو من جزئين، الجزء الاول اين القيمه التدريبيه الكبيره كابتن مختار من التدريب في مصر بكل صراحه، وانا عهد حضرتك دايما انك صريح وواضح. والله شوف انا كنت متواجد لكن بقالي فتره ما بشتغلش، فخلاص يعني انا الحمد لله على الفتره ان انا اشتغلتها بشكل كويس او اديت فيها بشكل كويس، واكيد الحمد لله رب العالمين الناس حاسه بيا، وده امر طبعا اكيد انه فيه ايجابيه بالنسبه لي وفي يعني تعديل للي انا فيه طبعا، لكن الحمد لله على اي حال انا متواجد ويعني الحمد لله. لا انت وحشنا يا كابتن في الملاعب بامانه. ربنا يخليك، الله يخليك يا محمد. الاهلي المصري والمشكله في استدعاء لاعبي النادي الاهلي للمنتخب في ظل النادي الاهلي عنده مباراه هامه جدا يمثل فيها الكره المصريه وعلى لقب مهم قاري افريقي مهم جدا، شايفها ازاي؟ شوف هو يعني ايه؟ يعني اكيد النادي الاهلي
يعني داعم قوي جدا 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 للمنتخب القومي، وده احنا كلنا يعني سواء هو او نادي الزمالك او الانديه الكبيره اكيد الدعم الاساسي للمنتخب القومي هي دي. لكن المصلحه اكيد لو احنا بندور على مصلحه، لو في مصلحه للنادي الاهلي ان اللعيبه تبقى متواجده معاه، اكيد ان المسؤولين عن المنتخب القومي اكيد ان هم يهمهم هذا الامر ويسعوا ليه بشكل كبير جدا. العكس صحيح، لو التواجد بتاع لعيبه النادي الاهلي في صالح المنتخب لان المنتخب محتاجه في هذه الفتره، اكيد ان النادي الاهلي مش ممكن يتاخر. لكن يعني هي المصلحه فين؟ اكيد ان احنا كلنا بنشتغل لمصلحه واحده وهي مصلحه الكره المصريه، سواء مع المنتخب القومي او مع النادي الاهلي. مين صاحب المصلحه دلوقتي اللي هي احنا محتاجينه فيها؟ هو دوت اللي احنا لازم نبقى بنسنده، هو دوت اللي احنا لازم ندعمه بشكل قوي جدا. النادي الاهلي محتاج لعيبته، اكيد ندعمه لو دي ما فيهاش اي تاثير على المنتخب القومي. المنتخب القومي هو اللي محتاج اللعيبه، يبقى المنتخب القومي على طول كلام محترم يعني نمره واحد. يعني معايا هيبقى بعد شويه رفيق الملاعب والزميل الكابتن رمضان السيد، حابب توجه له رساله او سؤال يرد عليه كابتن رمضان. لا لا رمضان ما هو كان معايا ومعايا على طول ومعايا من امبارح، يعني بنتكلم على طول، ما بسيبش رمضان يعني الحمد لله. يعني سلام رمضان، وان شاء الله نتابع ان شاء الله. رمز والقيمه التدريبيه الكبيره، نجم مصر الكبير والنادي الاهلي كابتن مختار مختار، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر احمد فاروق كمان على المداخله دي بصراحه. يعني اكيد ده كان راي الاستاذ شريف عبد القادر وراي الكابتن مختار مختار. شوف بقى الوطنيه بقى، شوف الابن ابن نادي الاهلي لما يبقى منتمي لناديه ومنتمي لمصر. الراجل قالك لو النادي الاهلي محتاج لاعبين اعتقد ان الاتحاد المصري لكره القدم هيفكر في هذا الامر، ولو منتخب مصر محتاج لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي لا بتاخروش دوما، لم يتاخروا يوما على منتخب مصر في يوم من الايام. هو ده الكلام وده الحاجه الجميله. سؤالي بالنسبه لكابتن مختار، انت فين؟ الراجل قال انا موجود وراضي وقانع وكل الرضا بما حققته في مجال التدريبي. ده برضو لما بتوصل لمكانه معينه في 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 في, في كارير بتاعك وتبقى حاسس انك قضيت رسالتك بكل امانه بتبقى سعيد، سواء بقى موجود وبتدير او مش موجود وقاعد وبتتابع من بعيد لبعيد. محب لناديك دايما برضو، وكلامه عن نادي ان النادي الاهلي هو صاحب الفضل، هو ده كلام ابناء الانديه المخلصين على مختلف اسامي الانديه لو اتكلمنا عن اهلي او زمالك او 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 بعض الانديه الاخرى. ده كان كلام مهم جدا ومكالمه مهمه جدا لي طبعا نجمنا الكبير كابتن مختار مختار. فيتوريا بيحدد اعلان القائمه بتاعته لقائمه منتخب مصر. خلوني انا اتكلم برضو على روي فيتوريا بكل امانه، بكل امانه على ارض الواقع. الراجل بقاله سنتين بيأدي اداء كويس، قدر يغير بعض المفاهيم الخاصه بلعيبه منتخبنا الوطني، قدر يغير طريقه لعب منتخبنا الوطني اللي كانت فتره من الفترات طريقه دفاعيه الى طريقه هجوميه، قدر يستقطب بعض اللاعبين والوجوه الجديده لمنتخبنا الوطني، وقدر فعلا يعمل منهم بعض النتائج الممتازه. والراجل على ارض الواقع كان بيزور الانديه ويشوف الانديه ويحضر المباريات ويتابع المباريات بنفسه. كنت بقابله لما كنت موجود مع فيوتشر، كنت بقابله دايما موجود في كل المباريات، او سواء كنت بروح مباريات ثانيه اتفرج عليها واتابعها يعني عشان شغلنا في الميديا. كان الراجل بقى موجود مع جهازه، وكان اوقات يقسم الجهاز بتاعه جزء يروح هنا وجزء يروح هنا، ومتابع جيد جدا جدا على ارض الواقع، وكان عنده اكتشافات بعض اللاعبين البعاد تماما تماما على اعين المديرين الفنيين، منهم مثلا محمود حماد لعب فاركو، ده كان مفاجاه والراجل لعبه يعني بصفه اساسيه. مروان حمدي لاعب النادي الاهلي، انا اسف، مروان عطيه لاعب النادي الاهلي، مروان حمدي لاعب النادي المصري. مروان عطيه راجل من اول ما جاء وهو اساسي مع في النادي الاهلي، وبدا اساسي في اول مباراه رسميه لمنتخب مصر. امور كبيره جدا جدا الراجل ده قدر يقف بيها على ارض الواقع، وقدر يعرف احتياجاته ايه، وبعض المباريات الوديه والرسميه من خلالها مثلا لو كلمنا رسميا قدر يوصل بالعلامه الكامله في كل مبارياته، عدد وفير من الاهداف والحصيله التهديفيه لمنتخبنا الوطني بقى فيها ارتفاع كبير جدا في نسبه التهديف. قدر يوصل بمنتخبنا الوطني الى كوت ديفوار 24، دي حاجه من الحاجات اللي بتبقى مطلوبه من المدير الفني. المدير الفني مش محتاج يعمل بطولات كاس العالم، لا، هو المطلوب الاول يعمل منتخب، يعمل قوام منتخب مميز جدا، يبقى عنده استراتيجي لسنتين او ثلاثه لو دايما بتفكر في مدرب يبقى مشروع، وصوله للبطوله القاريه اللي هي
خلاص انت يعني بتستعد للبطوله وصلت لها، هو ده الهدف المنشود اللي بيبقى للمدير الفني. وبالتالي كل دعم لروي فيتوريا في طبعا زي ما بنتكلمنا قبل كده لميكالي، وميكالي برضو قدر يوصل بالمرحله السنيه اللي معاه الى اولمبياد باريس 24، برضو حاجه من الحاجات الممتازه. اثنين مدربين فنيين على اعلى مستوى لهم كل التقدير والاحترام. بنتكلم حالا عن روي فيتوريا، لا روي فيتوريا واحد من المدربين المميزين، وان شاء الله لو كمل مشروعه مع منتخبنا الوطني اعتقد ان منتخبنا الوطني هيبقى في حته تانية، بوجود بقى محمد صلاح، بوجود نجوم كبيره جدا جدا موجودين، بوجود لاعبين مؤثرين في الفتره اللي فاتت، بوجود دعم كبير جدا من اتحاد كره القدم المصري، تعاون رابطه الانديه في ان برضو يبقى مراعاه الاجنده الدوليه للمنتخبات الوطنيه، وبالتحديدا الان احنا عندنا منتخبين بس هم اللي بيشاركوا، هو المنتخب الاول ومنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي قدامه في الفتره اللي جايه، خلاص احنا في شهر 9 يعني، خلاص انت ابدا بقى من الفتره الجايه تبدا فتره اعداد قويه جدا للمنتخب الاولمبي. ميكالي والرياض وكل القائمين على المنتخب الاولمبي ومحمود حرب بقى يجيب كده الاجنده بتاعته ويدون ويشوف ايه المباريات الوديه وايه الاحتكاكات القويه اللي محتاجها المنتخب الاولمبي. لا امور جدا كبيره جدا جدا. روي فيتوريا عنده بعد مباراتين بتاع اثيوبيا ومباراه تونس هيقف اكيد، هيعمل برضو يعني كشف حساب، كشف حساب مهم جدا. راجل برضو داخل على كوت ديفوار 24 اللي هتبقى يعني بطوله قويه، المنتخبات الافريقيه بما فيها وبما تضم فيها من نجوم كبار بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، لا هتبقى الامور مختلفه تماما. اخر بطوله بالنسبه لنا كانت يعني انت كنت يعني ما فيش على بعد خطوات من اللقب، لكن قدر الله ما شاء فعل كان عندك بدلك في 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 مباراتين من اهم المباراتين اللي كانوا في تاريخ كيروش والناس اللي معاه، هو نهائي بطوله الامم الافريقيه امام طبعا السنغال، وايضا التصفيات والمباراه الفاصله امام السنغال في الصعود الى قطر 2022. هي دي سنة الحياة وهي دي كرة القدم، يوم ليك ويوم عليك. انت فترة من فترات كنت متميز ومتسيد القارة الأفريقية من 2006 ل 8 ل 10، يعني فترة من أزهل فترات الكرة المصرية في وجود مدير فني وطني الكابتن حسن شحاتة ومعاونيه، في وجود يعني نقدر نقول قوام وطني 100% بنسبة أو 80% أو 90% من اللاعبين المحليين المصريين، عملوا معاك أحلى البطولات اللي هتبقى دايما نذكرها لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني المصري هو عنوان الكرة المصرية وبرواز الكرة المصرية اللي بعد فترة طويلة عن المحافل الدولية وعن مسارات التتويج الدولية والأفريقية. نتمنى أن تعود كرة القدم المصرية كما كانت في 2006 و2008 و2010. من منتخبنا الوطني إلى سيد البلد، إلى الاتحاد السكندري، إلى الأستاذ محمد مصلحي، محمد أحمد، محمد عبد المجيد، كل الناس الأفاضل اللي الموجودين وبيديروا الاتحاد السكندري، إلى الكابتن طارق العشري المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري واحد من أهم الأندية الشعبية، الأندية الكبيرة اللي لها باع طويل جدا جدا في تاريخ الرياضة المصرية. فاز تقريبا بكاس مصر تقريبا 3 مرات، وشارك في بطولات افريقيه، وشارك في بطولات المحليه بمستوى مميز جدا. لكن السنه اللي فاتت لو اتكلمنا عن الاتحاد السكندري وعملنا فيها عملنا سويتش كده وربط سريع، الاتحاد السكندري بدا بدايه قويه جدا مع الصربي، المدرب الصربي، وبعد كده في الدور الثاني كان هو والمحله متسيدين وعاملين اداء ولا اروع، جم في الدور الثاني او الراوند الثاني المستوى هبط تماما تماما. وبالتالي فكر استاذ محمد مصلحي والقائمين على الاتحاد السكندري في استخدام مدير فني ابن من ابناء نادي من الاسكندريه وابن من ابناء الاتحاد السكندري، هو الكابتن طارق العشري، بما له من تاريخ محترم في حرس الحدود، في طلائع الجيش، في سموحه، في فاركو، ثم الان في اختياراته اللي احنا شايفينها على ارض الواقع مع الكابتن طارق العشري انه عايز يعمل يعني فريق محترم جدا مع نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري مع طارق العشري اعتقد هيبقى يعني مختلف تماما. حتى كان جمعتني مكالمه تليفونيه ومناسبه سعيده بتاع محمود رزق لاعب نادي فيوتشر، وقعدت مع الكابتن محمد مصلحي والاستاذ محمد مصلحي واتكلمنا على الاتحاد السكندري، واتكلمنا على زوران المدير الفني الصربي اللي كان موجود،
وقال كان من أهم القرارات اللي كان المفروض نتخذ فيها قرار هو رحيل زوران عند اعتذاره المرة الأولى، لكن تكملة زوران وعدم يعني تكملة طموحه وإصراره مع نادي الاتحاد السكندري هي اللي أدت للاتحاد السكندري يتعثر في الراوند الثاني. بالتالي مع كل الدعم الكبير اللي عامله الأستاذ محمد مصلحي ومجلس إدارة الاتحاد السكندري، مع كل الطموح القادم لطارق العاشي في أول مهمة تدريبية له مع نادي الاتحاد السكندري، هتبقى دي الأمور بالنسبة له أمور واضحة جدا. بالتالي الأندية بقى عندها بعد في التفكير الخارجي دايما. موضوع التوأمة ده من سنين طويلة، بس انت لما تيجي تنفتح على الآخر بثقافاته، فتح على الآخر اللي هو عنده التطور، عنده البعد الرياضي الكبير، عنده البنية التحتية الكبيرة. نادي الاتحاد السكندري بيوقع مع زينت سان بيترسبرج الروسي، واحد من الأندية الروسية الكبيرة. نادي زينت الروسي ده واحد من الأندية الكبيرة الموجودة وبتشارك في البطولات الأوروبية، ودايما يعني ملاذ لنجوم كبار بيروحوا يلعبوا في الدوري الروسي. الاتحاد السكندري وقع معاهم توقيع بروتوكول يتضمن أوجه التعاون المشترك بين الناديين، واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن العديد من الملفات المهمة، تطوير بقى براعم وأكاديميات كرة القدم والتحضير لإقامة مباراة ما بين الناديين، سيجرى الإعلان عنه عقب عودة الانتهاء من التفاصيل والترتيبات كافة الخاصة بهذه المباراة. البروتوكول كمان بيتضمن إيه؟ دعوة عدد من المدربين والإداريين من فرق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للتواجد بنادي زينيت المعايشة والتعرف على أحدث نظم التدريب والإدارة الرياضية وأعداد الفرق. حاجة ممتازة ورائعة، خطوة مهمة جدا يحيي فيها كل القائمين في الاتحاد السكندري. كمان لمناقشة بعض الملفات تتضمن مقترحات لتعظيم سبل تنمية الموارد الخاصة بالنادي وتزويد فرق السيدات الذي يؤسسه نادي الاتحاد السكندري بالخبرات اللازمة مع نادي زينيت. زينت سان بيترسبرج نادي من الأندية اللي نقدر نقول إنها تبقى برضو في التوأمة حاجة إضافة لنادي الاتحاد السكندري. وتضمن اتفاق إقامة مباراة ودية مع فريق الشباب بالناديين الجمعة 8 سبتمبر المقبل على ملعب الاتحاد السكندري بسموحة بدون جمهور، بالتنسيق مع عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس فرع الأسكندرية، إذا يتزامن موعد هذه المباراة الودية مع احتفالات فرع الأسكندرية لكرة القدم بمئويته. حاجة من الحاجات المميزة، حاجة من الحاجات المحترمة التي تحسب لمجلس إدارة الاتحاد السكندري. نتمنى لو تفتكروا زمان، والتاريخ ما بزيفش، والتاريخ دايما، وكمان يعني أنا بقعد كده أمام قدام مزبيرو زمان، واحد من القنوات المصرية اللي فيها أرشيف خالد للتلفزيون المصري. مزبيرو زمان دايما كده تلاقي دينامو كيف مع الأهلي، مونشن جلادباخ مع الاهلي، الزمالك مع مثلا توتنهام الانجليزي بتعليق بقى الكابتن محمد لطيف بقى والكابتن علي الزيبر ونجوم كبار في مجال التعليق. حاجه من الحاجات اللي دايما كمان لو تفتكروا في اوروبا وفي روسيا التوقيت اللي هو توقيت شهر 1 و2 قبل بقى ما يبقى فيه تتفائل الملاعب وتتفائل ارضيه الملاعب والحاجات دي، كان بيبقى في توقف لكره القدم في القاره الاوروبيه، كانوا بييجوا دايما يلعبوا في مصر. مصر دايما كانت يعني المكان والملاذ الامن لكل الفرق الاوروبيه اللي كان ليها ودربة كاونتي، ويعني عشان ما يعني الواحد ممكن يبقى يعمل تقرير على يعني وهتكلم مع زمايلي في الاعداد نعمل تقرير على الفرق الاوروبيه اللي كانت بتيجي مصر في الفتره اللي هي فتره راس السنه والفتره اللي هي بيبقى في يناير اللي بيبقى فيها ثلج كتير دي وديسمبر، عن طبعا وجودهم في مصر في هذا التوقيت وعمل مباريات وديه. هستعد واطلع لفاصل، وبعد الفاصل ما زلنا متواصلين معاكم في الرومنتادا على شاشه قناه المحور، اوعوا تروحوا في اي مكان. Hey.
رجعنا كنا بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم على الاتحاد الاسكندري سيد البلد، وطبعا يعني بعض الامور الخاصه بيه اللي هو قادر بها يطور من علاقاته الخارجيه بفريق زينت الروسي، واكيد الموسم السنه الجايه بالنسبه لسيد البلد يبقى موسم موفق ان شاء الله. من سيد البلد الى نادي بيراميدز. بيراميدز نادي يعني اللي بقاله يعني تقريبا 4-5 سنوات في 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 المحيط المصري او في الدوري المصري، لكن سنه عن سنه بيتطور اداء نادي بيراميدز وبيتطور اداء لاعبيه، وايضا السنه دي عاملين مفاجاه كبيره جدا وهي اختيار عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين وعاملين سكواد على اعلى مستوى. ويمكن اتكلمت قبل كده كنت مع ايهاب المصري، او انا اتكلمت قبل كده لما بتيجي مع ضيوفي او بتكلم لوحدي وبتيجي سيره بيراميدز وتدعيم بيراميدز في السنه دي، اعتقد بيراميدز هيبقى منافس قوي جدا جدا في الدوري المصري. هنقول منافس لمين؟ هنقول منافس النادي الاهلي في ظل الظروف والازمه اللي بيمر بها الزمالك، في ظل وجود سكواد ولا اروع لنادي بيراميدز حتى كمان على مستوى دوري الابطال، لانه بيشارك ممثلا لمصر في دوري الابطال مع النادي الاهلي، وهيبقى برضه منافس قوي جدا. كان في فتره من فترات وصل الى نهائي الكونفدراليه الافريقيه ثم للدور قبل النهائي، ثم السنه اللي فاتت دي ما كانش التوفيق حليفه انه يكمل للادوار النهائيه، لكن يظل بيراميدز واحد من الانديه اللي قدرت باداره واعيه ويعني بلجنه تعاقدات على اعلى مستوى انها عفوا انها تجيب لاعبين مميزين في كل مكان، لعيب اثنين وثلاثه. يمكن حتى كان لما كان موجود معايا ايهاب المصري واتكلمنا حط لي تشكيل لبيراميدز، انا بتكلم على بيراميدز لان بيراميدز طبعا في معسكره في طبعا في تركيا هيبقى عنده مباراه مع ليماسول الابروسي، ده كان كلامي. اعتقد ان المدير الفني تشامي باتشيكو اللي موجود معاهم وبيأدي معاهم باداء مميز جدا بعد المعسكر ده، اعتقد هيبقوا راجعين، هيبقى عندهم مباريات في دوري ابطال افريقيا، هتبقى بدايه، هيبقى منافس ومنافس بالبلدي كده رخم. لا هنشوف السنه دي منافس قوي، ونشوف السنه دي فريق عنده سكواد مميز جدا، عنده في الباك اليمين 2-3 وفي الباك الشمال والسرد باكات وفي نص الملعب، يعني تعالى هتحتار في بيراميدز، هتقول مين يلعب مكان مين في الهجوم، مين هيلعب مكان مين. لا هتبقى امور مختلفه، وهي دي متعه كره القدم لما يبقى في نادي زي بيراميدز عامل السكواد الجامد ده، هيبقى بقى في الاخر المحصله هتشوف مباريات على اعلى مستوى، هتشوف مباريات سواء محليا او افريقيا. بالتالي بعد المعسكر وبعد المباريات الوديه وبعد فتره الاعداد هنشوف التشكيله المثاليه لبيراميدز في اول مباراه سواء كانت افريقيه او محليه. بالتالي هتبقى هناك امور وتنافسيه كبيره جدا جدا ما بين اللاعبين، لان انت عندك في كل مكان لاعب واثنين وثلاثه على اعلى مستوى وفيهم تقارب كبير جدا في المستوى. بالتالي هيبقى عندك سكواد في الختام، سكواد مميز، سكواد يرعب، سكواد يخض. دي لقطات من معسكر تركيا فريق بيراميدز في انطاليا. انطاليا دي كمان من البلدان او المدن، لا خلاف المدن لانها مدينه، من المدن المميزه جدا سياحيا زي شرم الشيخ وزي الساحل الشمالي وزي الغردقه حاجه كده، والعين السخنه حاجه كده، من 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 المدن اللي فيها نسبه السياحه والمداخيل بتاعتها من السياحه كبيره وعلى اعلى مستوى. تكلم انطاليا وبعض الامور، لا اختيار موفق جدا زي النادي المصري بورسعيدي ما راح المغرب، هنتكلم عليه بعد شويه على المصري. لا اختيار موفق من قبل اداره نادي بيراميدز، وطبعا المهندس ممدوح عيد وكل القائمين عمر مدحت وجيمي باتشيكو محمود فتح الله وجده اللي انضم لهم، لا واحمد زاهر المدير الاداري، لا عاملين شغل مميز جدا، نتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه. كان المفروض يبقى معانا مداخلة مع مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة، برضو نادي من الأندية المميزة، الأندية المحترمة، الأندية اللي كان فيها فترة من الفترات لو شفته في التسعينات بقى، الكابتن أحمد شعراوي، جيل بقى ياسر رضوان ومحمد عمارة والنني الكبير، ولا وأحمد فاروق، مش أحمد فاروق المعد بتاعنا، لا أحمد فاروق ده لعب بلدية المحلة وكان لاعب من اللاعبين المميزين جدا. لا يعني سكواد كان برضو قوي في توقيته في صناعته في 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 في, في تجميع اللاعبين في إدارة الكابتن أحمد شعراوي ربنا يديله الصحة في التوقيت ده، لا كانوا عاملين أداء وكانوا عاملين طفرة كبيرة جدا جدا جدا، وأول فرقة لبست التيشيرتات اللي هي المخططة دي المقلمة دي منها أحمر ومنها أزرق، لا كانوا عاملين يعني
مستوى مميز. بس انا شايف ان يعني بلديه المحله، ودي رساله للصديق العزيز مصطفى الشامي، مصطفى محمود الشامي بن الحاج محمود الشامي، يعني كان نفسي يدعم اقوى شويه، ومعاه حماده علو طبعا مدير الكره المميز، كنت اتمنى ممثل الغربيه في الدوري الممتاز كان يبقى عنده برضو يعني لاعبين مميزين اعلى من كده. مش طبعا احنا مش هنقدر ندخل في خصوصياتهم، مش هنقدر ندخل في الامكانيات الماديه والنوم في الصفقات ايه، لكن مع طبعا مدير فني صاعد انا يعني بتمنى له التوفيق، يعني انهم يكملوا معاه وانهم يدوا له الفرصه كامله. اعتقد دي حاجه من الحاجات المميزه اللي تحسب لمصطفى الشامي، واحد من اصغر رؤساء الانديه المصريه، واحد امتداد لتاريخ كبير جدا هو الحاج محمود الشامي. الى نجم من نجوم كره القدم المصريه، الرمز والقيمه الكبيره جدا محمد صلاح. ناس كتير جدا بتتكلم بتقول ليه ما نشوفش محمد صلاح زيه زي كريستيانو زي بنزيما زي كانتي زي نيمار، ليه لا ما نشوفوش في الملاعب السعوديه بالمردود المادي، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، اللي هتبقى حاجه مبهره. لكن ممكن يبقى عند محمد صلاح فلسفه في انه عايز يعمل اكبر تاريخ ممكن لمحمد صلاح في اقوى الدوريات الاوروبيه، ليه لا والدوري الانجليزي، ليه لا نقول ان محمد صلاح واحد من اللاعبين اللي حفروا اسمهم بحروف النور ونحتوا في الصخر من باسيون للمقاولين طنطا ثم الى المقاولين العرب، وكان الراجل بيحصل له بعض الازمات سواء ماديه او في السكن او في التنقلات او حاجات كبيره جدا. اعتقد الناس اللي بتبقى مشيت رحله صعبه وخدها تدريجيا من مقاول العرب لبازل السويسري لتشيلسي الانجليزي لايطاليا ثم ايطاليا مره اخرى عوده الى ليفربول، عمل معهم نتائج ولا اروع على ارض الواقع. محمد صلاح واحد من اساطير الكره العالميه، واحد من اهم نقدر نقول التوب ليفل 5-6 في العالم، راجل ممكن في يوم من الايام عايز يكمل بعد ان المساحه فضيت قدامه، ميسي الامريكا بنزيما وكريستيانو للدوري السعودي نيمار، هو فاضله بس مبابي وبعض اللاعبين اللي ممكن يبقى يعني ممكن في تنافسيه في وجودهم في الملاعب الاوروبيه. لكن يبقى الدوري الانجليزي اقوى من الدوري الفرنسي، يبقى الدوري الانجليزي اقوى من الدوري الفرنسي، وجوده في ليفربول وتحطمه الارقام كبيره جدا مع ليفربول، وتمسك طبعا المدير الفني ليفربول محمد صلاح وجماهير ليفربول. لسه النهارده وانا بقلب على الفيسبوك وهو معدي بعربيته، صلاح صلاح صلاح، منهم يعني اصوات عربيه ومنهم اصوات اجنبيه او انجليزيه، هو في كل مكان بيروح لمحمد صلاح هو يعني فخر، وجوده يعني بيحدث من خلاله البهجه، بيحدث من خلاله السعاده ان وجوده في فريق بحجم وقيمه ليفربول. وجود محمد صلاح في هذا النادي الكبير بقى اصبح يعني ترابط، تناغم، حب، اكنه ابن من ابناء مدينه ليفربول. وجود بقى محمد صلاح السنه دي لو قدر له انه يبقى موجود في الدوري السعودي هو يبقى اضافه كبيره جدا جدا للدوري السعودي. عشان بس نتكلم بكل امانه، وجود محمد صلاح يعني وجود كل المصريين المحبين، وجود كل المصريين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي، وجود المصريين الموجودين بالمملكه العربيه السعوديه، ما هو رواج كبير جدا للدوري السعودي. وانا بحيي كل القائمين على فكره استقطاب النجوم في الدوري السعودي، هذا الكم الكبير من النجوم، سواء بقى نجوم في نهاية كاريرهم، سواء نجوم لسه فضلهم سنة أو سنتين، لكن وجود محمد صلاح في الدوري السعودي مع احترامي الكبير هيفرق عن وجود نيمار في الدوري السعودي. محمد صلاح أنا بقول تاني، محمد صلاح بوجوده إضافة قوية كبيرة جدا 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 للمصريين والعرب الموجودين في الدوري السعودي. أي نعم الفلسفة الخليجيه في متابعه الرياضه هم متابعه كره عالميه، انا ليا اصحاب كتير جدا من الامارات او من الكويت او من السعوديه او من قطر او، لكن دول بيحبوا الكره الاوروبيه شويه، برشلونه، الريال، وفي منهم اللي بيروح في الويك اند ويتابع المباراه دي على ارض الواقع. لكن وجود هذا الكم الكبير من النجوم الكبار، النجوم المميزين، واستقدامهم الى الدوري السعودي هي ضربه معلم كبيره جدا للدوريات الاوروبيه. وجود ميسي،
وذهابه إلى الدوري الأمريكي بقى في زخم وفي أنظار كبيرة جدا إلى الدوري الأمريكي، وصاحب النادي اللي بيلعب فيه ميسي هو بيكهام أحد نجوم كرة القدم الإنجليزية، وبالتالي البساط انسحب من الدوري الامريكي. لو اتكلمنا ممكن انا اتكلمت في البرنامج ده اول بنتكلم مع زمايلنا، كنا بنقول دايما ان العشر سنين الجايين هي الكره الامريكيه، وقبل كده لو تفتكروا الكوزموس الامريكي وبداياته بليه بيكن باور نجوم كبيره جدا، ثم بعد كده بعض النجوم الكبار كانوا بيروحوا للدوريات الامريكيه، منهم اللي بعد كده مثلا كلينسمان الالماني لما راح امريكا ودرب وعمل واشتغل. لا، لكن البساط الان والانظار الان تتجه الى القريه العربيه، وده حاجه برضو تسعدنا كعرب، تسعدنا ك ك ك ك ك كناس بتعيش في محيط عربي مميز جدا. لكن يبقى الدوري السعودي واحد من الدوريات الكبيره، لكن يبقى الدوري المصري بما له وبما عليه في السنوات الطويله اللي جسد فيها او يعني حط صوره ذهنيه للدوري المميز جدا هو الدوري المصري. من شويه كنت بتكلم عن نادي بلدية المحلة، وكنت بعت رسالة للصديق العزيز مصطفى الشامي في حوار كلامي إلى بلدية المحلة، واحد من الأندية الكبيرة الأندية الشعبية، ممثل محافظة الغربية في الدوري المصري، إن شاء الله يبقى له كل التوفيق والتقدير والنتائج المميزة. معانا على الهواء مصطفى محمود الشامي، واحد من أصغر رؤساء الأندية، واحد من الكوادر إن شاء الله البشرية والكوادر المميزة في الكرة المصرية لسنين جاية إن شاء الله. أستاذ مصطفى أهلا بيك. أستاذ محمد إزاي حضرتك؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين، وسعيد جدا بوجودي مع حضرتك دايما يعني. أنت وحشني، وكان في اتفاق بيني وبينك إن إحنا إن شاء الله نعمل حلقة إن شاء الله للريمونتادا من بداية المحلة، وهذا المشروع قائم إن شاء الله ننسقه معاك. أنا عارف إنك أنت يعني مشغول بالفترة الإعداد، مشغول بالسكواد إن شاء الله اللي تبدأ بيه الموسم، بس أنا كان في يعني مش عتاب، لا هو مش عتاب، هو يعني كلمة من القلب، إن أنا كان نفسي إنك تدعم أكتر في ظل الإمكانيات بلاعبين ممكن إن شاء الله يبقوا يعملوا نتائج مميزة جدا لبلدية المحلة. يعني طبعا في انتظار حضرتك طبعا المشروع ده، يعني احنا في انتظارك طبعا، تنورنا وقناه المحور. احنا اتفقنا خلاص، احنا على ارض الواقع هننفذها ان شاء الله الفتره اللي جايه. تنوروا ان شاء الله باذن الله الدنيا كلها. والله يا كابتن محمد، يعني اكون برضو صريح معاك، احنا دايما او مش دايما يعني، احنا السنه اللي فاتت او مشروعنا مع احمد عبد الرؤوف سواء السنه اللي فاتت او السنه دي، ما بيبقاش بدايتنا دايما الناس متصوره ان هي تبقى احسن حاجه، لكن احنا عندنا الحمد لله اداريا استقرار اداري، ماديا نسبه كبيره جدا في استقرار مالي، فنيا وده المهم جدا جدا في تطوير للاعبين بيتم من بدايه الموسم وفتره الاعداد بيبني عليها احمد عبد الرؤوف. احنا علشان ندخل الموسم الدوري الممتاز، انا يمكن مع حضرتك في كل القنوات وكل الاماكن اللي دخلت اتكلمت فيها كان الكلام دايما ايه هدفكم اول سنه، انا دايما بقول ان احنا هدفنا البقاء وان احنا نقدم تجربه ناجحه زي ما قدمنا تجربه نجحت الحمد لله فضل عند ربنا دلوقتي كل الناس تشهد بيها وعايز ان هي تبقى يعني تتكرر تاني في انديتهم. برضو في الدوري الممتاز هيبقى فيه ان شاء الله تجربه ناجحه وده هدف، ويرجع تاني نادي بلديه المحله لسابق عهده وعصره، انه مش باللعيبه المعروفه، لا هو بيبقى محطه مهمه في حياه اي لعيب او في طريق نجاح اي لاعب عنده طموح عايز يوصل لحاجه مهمه، هو ده الهدف الاساسي. انا عملت ربط انك بتعيد الاذهان مره اخرى تجربه الكابتن شعراوي مع نادي بلديه المحله. بالظبط، فهو طول عمرنا كنا كده يعني، طول عمر نادي بلديه كنا كده، كان دايما هتلاقي اللعيبه حضرتك كانت المعروفه دلوقتي كلها جدا، كان نادي بلديه كان جزء ومحطة مهمة جدا في مشوارها على مستوى اللعب يعني، فده اللي احنا بنسعى ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجعه تاني يعني ان شاء الله. فهو ده عمرك ولا السنه دي ولا السنه اللي جايه ولا السنه اللي فاتت بتلاقي عندنا النجوم بيجوا من دي، لا احنا بتبقى هدفنا هو ان احنا نوفر اجواء ملائمه تصنع نجوم وتصنع تجربه ناجحه مميزه للدوري المصري. أنا بحييك على استمرار أحمد عبد الرؤوف في وجود حمادة علوي، في وجودك، في وجود امتداد
للرمز الكبير سيادة النائب محمود الشامي رئيس بلدية المحلة، واحد من الناس اللي أدت بكل احترام وتقدير وإخلاص لنادي بلدية المحلة. الحمد لله، ربنا يخلي حضرتك. الاستقرار مهم جدا، واحنا السنه اللي فاتت احنا في تقريبا كانت العمل في 10 سنين او في 10 سنين او في 8 سنين بالظبط غيرنا 15 مدير فني. السنه الوحيده اللي كان فيها استقرار من اول الموسم لنهايه الموسم هي الفتره اللي ربنا اكرمنا بها ونجحت مع احمد عبد الرؤوف، فلازم التجربه دي من حقهم انها تنجح. انا شايفه عند كابتن احمد عبد الرؤوف الامكانيات والطموح وحجم الشغل الكبير جدا، وانا بحييك على الثقه دي يا مصطفى بصراحه. الحمد لله. ربنا يخليك، بشكرك، ربنا يخليك على كابتن محمد. طيب يعني الامتداد وتسليم وتسلم يعني الرمز محمود الشامي للابن الطموح المخلص اللي الواعد مصطفى الشامي، ايه اهم النصائح اللي قدمها لك النائب محمود الشامي؟ بص حضرتك، انا دايما بقول ان انا يعني شرف كبير جدا جدا ان انا يعني اكون بحمل اسم محمود الشامي واكون امتداد لحاجه زي دي، شرف كبير جدا جدا ليا وفضل من عند ربنا. لا، على الحاج عبد السلام الشامي كمان الرمز المحلي طبعا طبعا طبعا، ففضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا اكون يعني ربنا جعلني ان انا اكون امتداد للاسماء الكبيره دي. لكن الحقيقه انا طول الوقت ببقى محظوظ ان انا بسمع النصايح طول الوقت وبسال طول الوقت، وانا بحب ده يعني عموما، انت حضرتك تعرف ده، فيعني الحمد لله حظي حلو. لكن هو طول الوقت يعني داعم بشكل كبير، ما بيحبش يتدخل زي ما انت عارف برضو، ما بيحبش يتدخل قوي، بيحب دايما يتابع من بعيد، دايما طبعا في الازمات موجود وداعم بقوه يعني للتجربه، وباذن الله يعني ربنا يقدر يقدرنا ونقدر ان احنا نرفع اسم نادي البلديه ونحافظ على التاريخ الكبير لنادي البلديه حقق منه الحاج محمود اغلبه والناس الكثير اللي كانت موجوده محترمه عنده. استاذ مصطفى الشامي رئيس بلديه المحله المحترم، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان كلامنا على بلديه المحله. هستعد عشان اطلع لفاصل، وبعد الفاصل استقبل واحد من نجومنا الكبار ومحللنا محلل المنتدى الفني المدرب القدير كابتن رمضان السيد في حوار مهم جدا، اوعوا تروحوا في اي مكان. رجعنا تاني بعد الفاصل، انضمنا في فقرتنا الحوارية محلل الرومنتادا والمدرب الفني القدير ونجم نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي كابتننا الكبير كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان أهلا بيك. ربنا يخليك يا محمد، وحشني. وانت كمان وحشني، وبقى سعيد جدا وانا معاك الحقيقة. ربنا يخليك. كابتن مختار بعت لك رسالة بقول له هيبقى في ضيفي النهاردة الكابتن رمضان، قال لي انا كنت معاه امبارح واحنا مع بعض على طول مع في بعض. كل العلاقة مع عارف يا محمد، احنا انا متهيألي يعني احنا مثلا ايه حوالي ستة مثلا او كده ما بنسيبش بعض. قول لي مين بعض. الستة؟ ستة. قول لي مين منهم كابتن مختار؟ ها، مختار، محمد عامر، حمدي جمعة طبعا، ماهر همام، المجموعة دي تعرف احنا ايه يعني، ممكن مثلا ايه في مجموعة لعيبة مثلا، بس كابتن حمدي كان في بعافية شوية. طبعا طمن عليه يعني، هو الحمد لله يعني الفترة كان في المستشفى لما كان كان في مستشفى والحمد لله خرج منها وخرج كويس الحقيقة. طب الحمد لله. عارف ممكن مثلا كابتن مختار، كابتن حمدي جمعة، كابتن محمد عامر، ماهر همام، كابتن ماهر طبعا طبعا طبعا. انت عارف ايه، ممكن مثلا في مجموعه مثلا زملاء ملعب مثلا يقعدوا مثلا 5 سنين مش عارف 10 سنين وبعد كده الدنيا تفك. لا، احنا على طول مع بعض على مع طول بعض. مع بعض يعني مين مثلا مين بيجمع مين بقى؟ قولي بامانه، احكي لي شويه على القصه اصلا هتعجبني. طبعا طبعا، هو مختار بيقوم بالدور ده الحقيقه. كابتن مختار مختار واحنا كلنا يعني اول ما مختار بيتصل مثلا يقول هنتجمع النهارده يبقى خلاص بنتجمع النهارده، ما بناخدش وقت. في اماكن معينه ولا بتشكلوها أي بقى؟ اي حته، اي مكان. اكثر التجمع بقى فين؟ يعني بنتجمع اوقات في النادي الاهلي، بنتجمع اوقات في مطاعم مثلا، مش عاوز اقول اسماء، يعني تجمعنا ان احنا نقعد مع بعض ونطمئن على بعض، وده ما بيحصلش يعني، ده مش موجود. حتى هقول لك حاجه، حتى في الجيل بتاعنا احنا يعني بقيت زمايلنا، لا ما حدش زي المجموعه اللي انا بقول لك عليها دي. احنا على طول بنسال على بعض، على طول مع بعض، على طول انت عارف بنتقابل،
يعني بصراحه حضرتك وعدتني هجيب الكابتن مختار، مختار معاك حلقه. مختار هنسقى مع بعض في الوقت اللي يسمح. خلاص ماشي ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. ومختار عشان خاطر رمضان السيد يجي ان شاء الله باذن الله. دي حاجه جميله دايما في التواصل. طبعا. وبتفتكروا يا كابتن بقى الذكريات والدنيا والاحوال اللي اتغيرت والكوره زمان الكوره الايام دي طبعًا. وكنا بناكل ايه ونروح فين ونلبس ايه ونشرب ايه. هو بص انا اقول لك حاجه، هي احسن فتره في حياتنا هي الفتره اللي احنا كنا مع بعض في الملعب. دي فتره انت عارف ايه المتعه، لان احنا كنا بنحب الكوره ايه يعني احنا انت ما كسبتوش حاجه، ما خدناش من الكوره طبعا وما لحقناش احتراف ولا الكلام دوت ولا الحاجات دي، بس احنا كنا بنطبق الاحتراف على نفسينا. يعني هقول لك حاجه، الموجودين دلوقتي ما بيطبقوش الاحتراف زي ما احنا كنا بنطبقه. انا اسمع من الجيل بتاع حضرتك ده او الجيل اللي قبليكم يقول لك انه بنروح من الصبح ونقعد في النادي ونتغدى مع بعض وبعد التمرين نقعد شويه اولا طبعا لازم نشيد طبعا بالكابتن حسن حمدي، يعني اول مدير كوره طبق الاحتراف في مصر قبل ما الكابتن جوهر يطبقه. احنا كنا بنروح يوميا، بنروح النادي الساعه 11 ونتغدى مع بعض. وبعدين يعني تخيل انت مثلا ايه، في لعيبة دلوقتي بتيجي تنزل مثلا الملعب مثلا يبقى التمرين الساعة 3، يبقى مثلا 3 ل 5 بيربط الرباط الحذاء الجزمة وبعدين بينزل التمرين. لا ده احنا كنا بننزل قبليها ب 20 دقيقة 25 دقيقة نعمل 4 ضد 2، لعبة طبعا ممتعة ولعبة بتزود كمان، بتزودك في الملعب. فلا احنا كنا بنستمتع يعني بره بقى الفلوس وبره مش عارف الملايين والحاجات دي كلها، احنا كنا بنستمتع بشكل كبير جدا يفوق الفلوس. يعني انا في رايي كمان ان احنا استمتعنا بالكوره وحبنا للكوره الحقيقه لا يفوق الفلوس. بتفتكروا دايما الفوارق اللي كانت ما بين زمان ايام الدنيا كانت ضيقه قوي ومكافئات قليله وخروجات يعني وتجمعات والايام دي؟ يعني بص انا هقول لك حاجه يا محمد، احنا اخر حاجه بنتكلم فيها ان مثلا حاليا دلوقتي لعيبه ربنا يزيدها يا ربي وربنا يبارك لهم في اللي هم رزقهم، واحنا لاني برضك هقول لك حاجه، احنا برضك حتى واحنا طبعا في فروق كبيره جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت احنا الحمد لله كنا عايشين كويس والدنيا كويسه والنادي الاهلي طبعا يعني اللي بيلعب في النادي حلو علينا كلنا. طبعا 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 النادي الاهلي يعني لغايه ما الواحد بيموت مثلا لا خيره على كل النجوم دي. يعني اي نجم يعني الكابتن محمود الخطيب لما تيجي تقول النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ليه خير كبير جدا على الكابتن محمود الخطيب. ليه؟ زي بالظبط يعني حاليا يمكن المشكله اللي موجوده دلوقتي او ما اعرفش هل الاعلام هو اللي اوجدها ولا هي اصلا موجوده بتاعه تعصب استبعاد، لا مش التعصب استبعاد سيد مثلا سيد ابو حفيظ. يعني انا في رايي يمكن الكابتن صلاح الله يرحمه لما قال كلمه الاهلي فوق الجميع، هي دي مش فوق الجميع خارج النادي الاهلي، لا ده داخل النادي الاهلي، داخل النادي وعلى الاهلي وعلى ابناء النادي الاهلي لان الاشخاص زعلون والنادي هو البطل. بالظبط يعني ان النادي الاهلي فيه اساطير، الاهلي فوق الاساطير دي هي دي. فانا حتى يمكن شويه الحته بتاعت استبعاد سيد الحقيقه ما اعرفش هي معمول لها، شايف دي سنه الحياه ووجب التغيير سنه الحياه وكل الناس سيد. لازم نعترف ان سيد بيعتبر بيصنف من اميز مديرين الكوره اللي جم بقى بعد الكابتن حسن حمدي، بعد ثابت البطل، كابتن صالح قبل كده، وكابتن صالح قبل كده، كابتن طارق سليم، وكابتن محمد رمضان، ناس طبعاً فطاحل طبعاً. محمد رمضان ده كان عقلية، علاء عبد الصادق، كل النجوم دول الحقيقه قدموا حته مدير الكوره واضافوا لمدير الكوره بشكل كبير جدا. انا قلت لك ان اول واحد اضاف لمنصب مدير الكوره فعلا كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي طبق الاحتراف قبل ما كابتن جوهر يفكر فيه وكل حاجه بقى بالخصومات بالمكافئات مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لكن انا عاوز اكد يا محمد على حته سيد ابو حفيظ، انا اولا ده ابني لان انا اللي مطلعه وهو عنده 11 سنه كان بيلعب معايا فرقه 13 سنه لما جه من الفيوم وهو الحقيقه
الفترة اللي اشتغل فيها لا ده حاجة مميز جدا جدا. طب تبرر بإيه بزعل سيد وعدم حضوره مثلا حفل النادي الأهلي بأمانة يعني طالما يعني انت فتحت ماشي ماشي يعني انا هقول لك حاجة، انا برضك كنت نفسي سيد يعني في الدعوة اللي اتبعتت له عشان يجي للحفلة لا كان يجي وسيد وجوده. بس بصراحة يعني برضو عشان احنا بنقول تبرر بإيه، انا عندي معلومة ان الكابتن سيد كان في ابو ظبي وكان بيعمل حلقة لخناة ابو ظبي الرياضية. طيب ماشي يعني يبقى في عذر. في عذر لو في عذر يبقى مفيش مشكلة خالص. لكن انا وانا قلت حاجة كمان يا كابتن ان السيد عبد الحفيظ صعب مهمة اي مدير كرة جراه بالانجازات اللي حصلت في الحقبة الزمنية اللي كان موجود فيها سيد على رأس وخصوصا يا محمد اخر موسم انت محقق ارقام ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي، الارقام اللي انت حققتها مع كولر الحقيقه وفي الموسم دوت ومع سيد عبد الحفيظ ومع النجوم اللي كانت موجوده ما اتحققتش قبل كده في تاريخ النادي الاهلي. يعني عشان كده بنقول موسم استثنائي وموسم ما حصلش الحقيقه، وعشان كده كان في حفل استثنائي لتكريم هزيمه. طبعا طبعا. ابدا معاك، الاهلي النهارده طلب من اتحاد الكره اعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر سبتمبر، ايه راي حضرتك؟ وخلي بالك يعني خلي بالك دي تاني مره تحصل. قبل كده كان الاهلي عنده كاس العالم للانديه وكان في ارتباط دولي، قصه كده الاتحاد الافريقي هو اللي بيبقى يعني دايل السنين فيها المواعيد. يعني هو عارف عارف ان دي ارتباطات افريقيه دوليه وعارف ان ده ارتباط حدث قاري ما بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه، وبالتالي ده يبقى الفائز منهم بطوله قويه جدا في بدايه مشواره المحلي او الافريقي. يعني اعتقد التجربه بتاعت الموسم اللي فات او اللي قبليه اللي احنا الحقيقه روحنا كاس عالم للانديه وكان في منتخب مصر كان عنده الحقيقه بطوله، يعني انت الاتحاد الافريقي هو اللي بيحط المواعيد، مش اي حد، مش الاتحاد الاوروبي اللي بيحط لك المواعيد، ده الاتحاد الافريقي بتاعك. المفروض ان هو اولا المسابقه بتاعت دوري الابطال طول ما هي فيها منافسه قويه وبتنتج مباريات على مستوى عالي فنيا اعتقد ده في صالح الاتحاد الافريقي. فبالتالي انا مش عارف يعني المفروض اللي يحافظ على المواعيد دي مش النادي الاهلي اللي يخاطب فيها الاتحاد الافريقي او يخاطب فيها الاتحاد الدولي، لا الاتحاد الافريقي نفسه، لان طول ما المنافسه دي قويه طول ما انت بتستفيد كاتحاد اكيد. وانت كمان عاملها في المملكه العربيه السعوديه في ظل الزخم اللي بيحصل في الملاعب السعوديه طبعاً. في ظل وجود الجاليات العربيه ومنها الجاليه المصريه اللي هيبقى اختيار صادف اهله زي ما بيقولوا طبعاً. حضور طبعاً. جماهيري فول كومبليت الملعب بالظبط بالظبط. يعني انت النهارده مطالب النادي الاهلي عكس اقول لك حاجه عكس حتى المواسم اللي فاتت اللي كان بيشارك فيها في بطولة العالم للأندية. حضرتك مدير فني وراجل محللنا الفني في رومنتادا، كمدير فني بقى هل تقبل بأنك تلعب من غير الدوليين؟ لا طبعا، لا انت رايح بطولة، يعني هقول لك حاجة حسب عليك لو انت قصرت فيها او سيبك من ان هي تحسب عليك. انت رايح بطولة الطبيعي بتاعها ان هي بطولة قوية جدا وانت بتلعب بطل اوروبا وفي منافسات قوية جدا. الصفقات اللي السعوديه عملتها السنه الموسم ده دي صفقات رهيبه، يعني انت لو بتحلم مثلا اي حد كان بيحلم يقول ممكن مثلا كريستيانو يقول بنزيما يقول مش عارف اول ما بدات نيمار فعلا خبر صلاح عباس صح ممكن نشوف ارض الواقع ليه. ما انا هقول لك حاجه وما انت لما تجيب نيمار لما تجيب بنزيما لما تجيب كريستيانو ما انت بتجيب صلاح. الارقام اللي اتحط او بتتحط في النجوم دي ارقام تطير عقل اي حد اي نجم. ما اعتقدش ان انت بتوصل دلوقتي ده انت بتوصل لايه، انت بتتكلم معاهم مثلا في مبلغ لما انت بترفض بيعملوا لك الضعف ويعملوا لك ثلاث اضعاف. مين لا هيستحمل؟ كابتن تختلف معايا في الراي او في اللي انا قلته قبل حضرتك ما تدخل في الكلام وانا بتكلم في الانترو، بقول وجود صلاح يختلف تماما عن وجود نيمار او كريستيانو او كانتي او بعض النجوم المميزين اللي جم الدوري السعودي، في انه لاعب مصري، في انه الجذب للاعبين المصريين على الخليجيين المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، كل ده هيزود ويخلي الملاعب كلها اللي روحها صلاح كومبليت. طبعا بنسبه 100% يا محمد. اقول لك حاجه، انا في رايي ان يعني محمد صلاح مش هعده من المحترفين المهمين في مصر او كلاعب مصري، ده في العالم يعني من ضمن اهم لعيبه في العالم، ستة في العالم حالا طبعا طبعا. لا انا بكلمك كمان في العقليه الاحترافيه، محمد صلاح وصل لعقليه احترافيه بيفوق لعيبه كتير. اقول لك حاجه، بيفوق نيمار
نيمار شوف نجم عامل ازاي، لكن عنده مشاكله المادية. القوات الرياضية السعودية بتقول في منظر عاجل سيقود آخر مباراة لو مع ليفربول، بعدها سيتوجه لدبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانضمام لنادي الاتحاد. طبعا خبر طبعا، والجريده دي بتعتبر زي القنوات الرياضيه السعوديه طبعا يعني الجريده الرسميه يعني، ف هو حاجه يعني حاجه زي مصدر قوي يعني طبعا طبعا وهيعمل اضافه قويه جدا. خلي بالك صلاح لو راح الدوري السعودي هيعمل اضافه قويه جدا جدا جدا، لان صلاح ما بيهزرش. سؤال وفكر فيه نفس حضرتك الكلام اللي قلته، ان صلاح عقليه احترافيه وبدأ، انا قلت بدأ من 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 بسيون لمقاولين طنطا للمقاولين العرب، انه ينام في الشارع، انه يتعب، انه ما يلاقيش ياكل وياكل الكشري، وانه يطلع لبازل السويسري ثم تشيلسي ثم يعود الى الدوري الايطالي ثم مره اخرى الى ليفربول ويعمل هذا التاريخ الكبير مع ليفربول. هل ستتأثر مسيره صلاح وممكن يبقى منافسة الوحيدة على البلندور في ظل غياب كل النجوم دي واحترافهم في الدوري السعودي بذهابه إلى الدوري السعودي؟ فكر بعد الفصل. ماشي. رجعت بعد الفاصل، وكان سؤالي قبل الفاصل للنجم الكبير ومحللنا كابتن رمضان السيد محمد صلاح بعد رحلة الكفاح الكبيرة دي ووصول للمكان اللي هو فيها وبقى أحد رموز ليفربول، وقلت يمكن قبل كابتن رمضان ما يدخل معنا قلت بيعتبروه واحد من اللي اتولدوا في مدينة ليفربول، هل محمد صلاح ورحيله إلى الدوري السعودي في حالة اكتمال الصفقة أو حالة تأكيد هذا الخبر، هل محمد صلاح يعني اختار صح ولا أنت ولا لها مقاييس وابعاد؟ عايز اخد رايك. طيب هنتكلم الاول محمد صلاح اضاف ايه لليفربول. محمد صلاح من اهم اللعيبه اللي يعني في تاريخ نادي ليفربول. اولا هو مكسر كل الارقام بتاعه كل النجوم اللي هم النجوم الكبار اللي هم في تاريخ الكره الانجليزيه وفي تاريخ نادي ليفربول. اعتقد ان صلاح لو فكر في حته انتقاله للدوري السعودي هيبقى من ضمن الاسباب الرئيسيه والاساسيه التفكير بتاع كلوب الحقيقه في حته لما حب يعمل كابتن فرقه. انا النهارده ازاي صلاح اولا هو نجمك، وهقول لك حاجه، وصلاح كمان يعني مش كمان هو مؤثر مع نادي ليفربول، لا ده صلاح كان مؤثر في تاريخ كلوب التدريبية، يعني تاريخ كلوب في التدريب صلاح كان عنصر مؤثر جدا، لأنك أنت النهاردة كل البطولات اللي حققها نادي ليفربول ومع كلوب الحقيقة صلاح كان ليه نسبة كبيرة جدا في تحقيق الانتصارات دي وتحقيق البطولات دي. فبالتالي لا صلاح يعني خلاص هو زي عمل كل حاجة، خد مع ليفربول دوري أبطال، خد معهم دوري، وبعد مثلا 30 سنة كان ليفربول ما كانش بيحصل دوري. فالعرض اللي موجود الحقيقة هي دي لحظة يعني نقول عليها إيه، حصد ثمار التألق والإخلاص. طبعا دي هقول لك حاجة، حصد ثمار التألق والإخلاص والاحترافية اللي عاشها صلاح في الفترة اللي فاتت، وان ازاي كان بيشتغل على نفسه، حرم نفسه في حاجات كتير. امال ايه؟ امال هيوصل للمستوى ده ازاي يا محمد؟ هتوصل للمستوى ده يبقى لازم تشتغل على نفسك. في حرمانات كتير جدا في لعيب الكورة اللي هو العقلية الاحترافية اللي زي صلاح اللي عاوز يوصل او اللي هو وصل له. انت النهارده بتتحرم مثلا من اكلة انت بتحبها، بتتحرم مثلا من سهرة انت عايز تروح تسهرها. ما شفتش انت في خلال الفتره اللي فاتت صلاح اتحط في موقف مثلا حد بيتكلم عليه على سيرته مثلا الذاتيه الشخصيه؟ ما حدش ولا قال لك سهران ولا مش عارف كان فين ولا لا، هو راجل زي ما بقول لك عقليه احترافيه، هو حقق كل حاجه. العرض اللي جاي له، انت بتتكلم في صلاح 31 سنه، ممكن صلاح مثلا عشان هو عقليه احترافيه
ممكن يلعب له 5 سنين كمان والله 4 سنين كمان بسهوله. الحقيقه انا في رايي ان ممكن يلعبها بسهوله لان صلاح في اي دوري. صلاح هقول لك حاجه، من اكتر اللعيبه في العالم اللي اشتغل على نفسه. صلاح هقول لك حاجه، من 3 سنين صلاح ما كانش في حته المراوغه المساحات الضيقه ما كانش مميز فيها او ما كانش بيعرف يعملها، وكان معتمد على السرعه نقص. هو كان بس بيعتمد ان حد يربط مع حد من وسط الملعب ويحطها له. دي كره حديثه على فكره يا كابتن. ما انا بقول لك اصل بص هقول لك حاجه يا محمد، عنصر السرعه هو اهم عنصر في العناصر خلاص الكره طبعًا. الحديثه الكره الحديثه خلاص وهو ده عند صلاح. كل بقى الحريف اللي يجي الكره يمين والكره شمال وينطقها لا مفيش خلاص يعني بص يعني ايه ده عنصر اساسي عند صلاح، مش عنصر حتى انت بتنميه او بتاع هو او صلاح بينميه او المدرب بينميه له، لا ده هو اصلا ده موجود. الحاجه الثانيه زي ما بقول لك يعني ان هو يشتغل على نفسه وان هو يبتدي يعمل الحاجات المهاريه في مساحات ضيقه، ده راح جاب مدرب واشتغل معاه في الحاجات الصغيره دي. حتى يا كابتن هو جاي بيبقى جايب معاه اكل معين وبيحافظ على اكل كل معين حاجه كل حاجه كل حاجه. صلاح انا في رايي يعني لو 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 الدنيا فير يعني وما فيش للاسف الشديد انا البالون دور طبعا طبعا تاني واحد بعد جورج ويا طبعا. عجبني تصريح اعتقد مدخول ذكاء ديد ركبة عن القاره السمراء. قال لك الثروات في القاره السمراء، المواهب في القاره السمراء طبعا، النجوم الكبار في القاره السمراء. رغم كده الوحيد اللي خرج على النص او خرج يعني غرد بره السرب هو كان جورج ويا نجم النجوم الكره الليبريه ورئيس الليبريا الحالي لما خد البالون دور لاول مره في تاريخ القاره الافريقيه. طبعا انا في رايي كمان زائد جورج ويا الحقيقه صلاح يستاهلها. فعشان كده انا بقول لك هو دلوقتي لما يوصل بقى كمان بعد تحقيق كل الانجازات دي وكل البطولات ديت اللي حققها مع ليفربول وتحقيق النجوميه العالميه على مستوى العالم، صلاح خلي بالك بيروح اي بلد في العالم بما فيها امريكا. شفت في امريكا طبعا الناس بتصور معاه، النجوم نجوم سينما بيروحوا يصوروا معاه. تخيل يعني نجوم سينما كبار بيروحوا يصوروا مع صلاح. من النجوميه الكبيره محمد صلاح الى مهاجم النادي الاهلي اللي هو كان يعني حديث الصباح والمساء. فاكر انت فتره المسلسلات التركيه والمكسيكيه والاسبانيه اللي غزت التلفزيونات العربيه. احنا بقينا بقى سوزا راح جيت تاني المدرب التاني اسمه ايه؟ الواد التاني اسمه ايه؟ اللعيب التاني ايه؟ سوزا مليكا 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 سوزا. ايه القصه؟ النادي الاهلي مش قادر يجيب مهاجم كابتن. يعني انا اقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه، يعني انت النهارده لما بتيجي تتكلم على سوزا او مليكا، طب انت لو هم ما فيش امكانيه انت انك تجيبهم خلاص انت بتحاول تعمل محاولات ليه معاهم؟ النادي الاهلي بيعمل محاولات مع سوزا ومع موليكا ده بقاله موسمين وسبت الشريف راح دوري السعودي. وهقول لك حاجه وكمان انك تسيب شريف محمد شريف، انا في رايي هو من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر. يعني مهاجم عنده كل الامكانيات، عنده السرعه وبتحرك ورا المدافعين بشكل مميز جدا، القمة المصرية بين الاهلي والزمالك في فترة وهداف لقاءات القمة طبعا، هداف موسمين ورا بعض، هداف الدوري وهداف النادي الاهلي. يعني انا من الحاجات العجيبة الحقيقة، وانا هقول لك حاجة، وممكن النادي الاهلي يندم على 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 رحيل محمد شريف. هل ممكن يستمر توهج كهربا رغم انه ما بيلعبش مكانه ويتوهج مرة أخرى صلاح محسن بعد المردود الطيب مع سيراميكا، ولا ممكن أرض الواقع والبطولات الكتيرة اللي مشارك فيها النادي الأهلي والمباريات الكبيرة اللي مشارك فيها النادي الأهلي يبقى في خلل في المكان ده؟ لا المكان ده لو ما أنت ما جبتش فيه مهاجم سوبر، أنا بس سيبك من الاثنين دول الاسمين دول لأن الاسمين دول بيصدعوا الواحد. يعني انا ما ينفعش ان انا بقالي موسمين بجيب 2 مهاجمين ومش عارف اجيب. بدا جماهير الاهلي ومحبي النادي الاهلي خلاص يعني يضجوا من الموضوع ده خلاص. طبعا طبعا انا في رايي لا، محتاج النادي الاهلي يجيب لان كهربا ده مش مركزه، وهو الراجل كولر وظفه في المركز دوت. طبعا كهربا نجح فيه بشكل كبير جدا، لكن هل ممكن يعمل استمراريه؟ هو عمل استمراريه في موسم، هل ممكن بقى يعمل كهربا في مركز راس الحربه استمراريه ان هو يعمل مثلا موسمين ثلاثه ورا بعض كمهاجم؟ محدش عارف. لكن كهربا لو تقول لي ان هو مثلا هيتوظف كجناح ناحيه الشمال اقول لك يعمل استمراريه 10 سنين لان ده مكانه، وده الحقيقه اللي ابدع فيه كمان، المركز اللي ابدع فيه. وكهربا فاجئنا بصراحه بالمستوى ده والمردود ده في ظل الازمات اللي كان بيعيشها طبعا. وهو يعني انا في رايي كمان
ده راجع من 6 شهور ايقاف، وراجل بيبقى افضل مهاجم معاك في الدوري المصري، مدرب منتخب مصر فيتوريا بياخده وعاوز يلعبه اساسي، كل الحاجات دي تتحسب لكهربا. لكن هل ممكن يعمل استمراريه في مركز بالذات المهاجم؟ دي اللي في علم الغيب. لكن هو لو انت بتقول لي ان هو يعمل استمراريه في الجناح الشمال، لا، يعمل استمراريه 10 سنين، لان كهربا مميز جدا جدا وهو بيجي من تحت بالكرة. من النادي الاهلي الى نادي الزمالك في ظل الازمات وتولي الازمات على نادي الزمالك، اختصرها المجلس واستقال، ثم اللجنه اللي كانت تدير من الناحيه الفنيه اللي هي مدير اداري مدير نشاط رياضي استقالت، وزاره الشباب والرياضه والمعالي الوزير اشرف صبحي. سريعا، لما لقيمه نادي الزمالك وتاثيرها في مصر والمحيط العربي والافريقي، هناك لجنه الان تدير نادي الزمالك من مدير مالي، مدير نشاط رياضي، مدير تنفيذي. هل ترى أن هذه اللجنة في خلال 45 يوم تدعو الانتخابات قادرة على زيزو، بقاء زيزو من عدمه، تجديد فتوح، محمد صبحي، بعض الملفات مع أوزيريو، في بقاء أوزيريو وتذليل كل العقبات لبداية موسم مهم جدا وصعب النادي الزمالك؟ الأمور هتبقى صعبة جدا حقيقة. يعني أنت بتتكلم دلوقتي في مشاكل، لو في مجلس إدارة موجود ومعين، أو قصدي منتخب وموجود بقاله فترة، في مشكلة هتقابله في خلال الفترة اللي جاية دي. فما بالك بقى إن بقى في لجنة، بس هي اللجنة معمولة قد إيه؟ يعني هتقعد قد إيه؟ 45 يوم وبعدين يتعمل انتخابات؟ ما أعتقدش. صعبة جدا انك تعمل قانونيا الظروف. يعني قانونيه دي ايه؟ انا ما اعرفش، عشان برضو ما اتكلمش في حاجه يعني ما بقاش فاهم فيها قوي. لكن هو بدا ميدو، بدا كابتن حلمي، بدا محبي نادي الزمالك يتكلموا على تواجد ابناء نادي الزمالك المخلصين من ناحيه انهم يبقوا داعمين للصفقات. الكره الان في ملعب ابناء نادي الزمالك، من اصحاب، من رجال اعمال، من محبين نادي الزمالك، ان يكون هناك يعني مجلس توافقي، ان يكون هناك استقرار الفتره اللي جايه. شايفه ده ممكن يتحقق، ولا نادي الزمالك برضو هيظل في صراع المشاكل يعني والتشحن؟ هو طبعا الكلام اللي انت بتقوله يا محمد، ان نجوم نادي الزمالك وابنائه الحقيقه لو وقفوا وقفه صح، بس يعني مش هم بس لوحديهم. يعني انا في رايي ان كان في مشكله كبيره جدا جدا ما بين رئيس نادي الزمالك وما بين ممدوح عباس. طب ما خلاص المشكله دي. هو الجديد ان يعني في سعي لرفع الحجز عن الارصده، لان كان في وزاره الماليه وكان حجز على ارصده نادي الزمالك، في ظل انه كان دفع قبل كده مبلغ 60 مليون جنيه. اعتقد انه ياخذوا بعين الاعتبار ان المبلغ ده دفع قبل كده، وان الامور تعود الى طبيعتها، والحجز على ارصده الزمالك، وان شاء الله يبقى هناك مبلغ داخل من شرق الراعيه، وبالتالي رفع القيد عن الزمالك، وان العجله تدور يا كابتن، لان الزمالك فريق كبير. طبعًا. هو رمانه الميزان، او هقول لك حاجه محمد، لا يمكن لا النادي الاهلي ولا نادي الزمالك يبقى مرتبط باسم هو ده اللي يبقى بيمثل النادي، او هو ده كل حاجه في النادي. ده المفروض النادي الاهلي نادي مؤسسات طبعا، يعني والزمالك كذلك. طبعا ونفس الحكايه نادي الزمالك، بس نادي الزمالك الفتره الاخيره لا، يعني بقى في الحقيقه حته انا مش عاوز اتكلم في حاجات، هي خلاص الحقبه اللي راحت خلاص. دي خلاص يعني فبقول لا، لازم يتعمل ابتدى انتخابات الحقيقه. وانا في رايي ان اي حد هيجي، كل النجوم الكبار اللي موجودين حاليا دلوقتي ويساندوه، لا هينجح. طيب سريع عشان وقتنا كمان، عشان في هقتم كمان، عندنا يعني بيراميدز، ولازم نتكلم على بيراميدز يعني في جزء خاص بي. أوزيريو راجل مكمل، هل يعتمد على الشباب؟ هل زيزو يتم بيع زيزو ومردود المادي من وراه يقدر الزمالك يرفع القيد ويجيب بعض اللاعبين؟ فتوح وبقائه وتجديد عقده، محمد صبحي كذلك. شايف التركيبة دي تمشي ازاي؟ التركيبة دي تمشي ان يبقى في مجلس منتخب يقدر ياخد القرارات دي. ده لسه هيجي بعد ال 45 يوم. هيجي بعد ال 45 يوم. ارض الواقع. يبقى الان ارض المعركة الآن صعبة جدا. انا في رأيي ان بيع زيزو رغم ان هو يضر نادي الزمالك فنيا بشكل كبير جدا، لكن هيحل له كل، لان المبلغ اللي معروض برضك على نادي الزمالك في بيع زيزو
مبلغ يحل كل المشاكل اللي عنده، كمان ده يساعده كمان ان هو يشتغل للموسم اللي جاي. فبالتالي نادي الزمالك ما عندوش حل غير كده. لكن انا في رايي ان برضك هتبقى مشكله فنيه لنادي الزمالك. تجديد عادل فتوح ده ملزم، فتوح من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر طبعا. يعني طبعا لو انت بتتكلم عن لعيب مثلا تلعبه في كذا مركز، لعيب فنان، سيد معوض، محمد عبد الله الله يرحمه، لعيب كورته عاليه جدا جدا سعيد طبعا، لعيب ممتع لعيب ممتع، احمد فتوح لعيب ممتع، لعيب يقدر يتحكم لك في رتم لعب. فبالتالي تجديد فتوح ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. لو جت من خلال انك بتبيع زيزو وتخلص كل الصفقات دي بما فيهم فتوح، اعتقد ده يبقى نجاح للجنه الثلاثيه. وجب على ابناء الزمالك التواجد باسرع وقت ودعم نادي الزمالك طبعا كل المجالات. طبعا بص اقول لك حاجه، للاعبين للاعبين سابقين للمدربين لكل يعني في كل المجالات بصراحة. طبعا طبعا انا هقول لك حاجه، اولا انت لما تيجي تتكلم مثلا مع نجوم نادي الزمالك، النجوم الكبار، النجوم الاساطير، ده يعني نادي الزمالك في دمهم. فبالتالي لا، مفروض ان هم يبقوا متواجدين حاليا دلوقتي ويساندوا الحقيقه القرارات، حتى لو في قرارات بتطلع من اللجنه الثلاثيه يساندوها ويساندوا النادي في الفتره دي. النادي ممكن يقف على رجليه لغايه ما يتعمل انتخابات ويجي مجلس منتخب. في جزئين الاخير هنتكلم على بيراميدز. بيراميدز واحد من الانديه، يمكن حتى كنت بقول في الانترو وقلت قبل كده وكان معايا بعض النجوم اللي اتكلمنا، ان بيراميدز واحد من الانديه اللي جهزت سكواد على اعلى مستوى وهيبقى منافس قوي جدا في الدوري، مش عايزين نسمي انديه بعينها، وفي دوري الابطال بعد تعاقد ثلاثي بيراميدز مع ثلاثي فيتشر محمود مرعي ومهند لاشين ووبو، وبعد الكلام على بن شرقي وبعض الصفقات المهمه جدا، شايف بيراميدز فين؟ شايف بيراميدز الحقيقه عامل سكواد السنه دي من افضل الانديه اللي عملت سكواد، لان جايبين نجوم في كل مركز الحقيقه. يعني انت الثلاثه بتوع فيوتشر اثنين فيهم مرعي بوبو مهند لاشين، اثنين فيهم من افضل اللعيبه اللي عملوا الموسم اللي فات في وسط ملعب في الدوري المصري. الحقيقه اذا كان لاشين او بوبو، مرعي مدافع على مستوى عالي جدا جدا جدا. لو انت بتتكلم على المساكين او السردباكات اللي موجودين في مصر، يتعد من ضمن افضل المساكين الحقيقه. لعيب كره بتطلع من رجله صح، ولعيب لعيب كره هايل. ويمكن الحقيقه نادي الزمالك والنادي الاهلي يعني يمكن هم ما قدروش ان هم يخلصوا الصفقات دي، انا ما اعرفش ليه يعني، لان الصفقات مهمه قوي جدا مهمة. طبعا ما هي طيب. هي دي اللي بنتكلم عليه. يمكن حتى لما نلاقي مثلا مصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وبوبو، والناحيه الثانيه موجود الشيبي، وجبنا ناحيه ثانيه محمد حمدي لا يعني هيبقى بص اللعيب المميز جدا فيستون ميالي لعب ونجم الكونفدراليه. بص امور هتغير خريطه في يعني انا هقول لك حاجه، يمكن انا بتاكيد يعني بيراميدز هيبقى من الانديه المنافسه السنه دي على البطولات، اذا كان دوري ابطال او اذا كان الدوري العام او مسابقات كاس مصر. كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي في مكان حضرتك، هل يعني ما يزعلوش الاهلاويه مني لما اقول ان بيراميدز هيبقى منافس قوي، حضرتك تقدر تقول الكلام ده ولا تلاقي حرج؟ لا مفيش حرج، اصل احنا دي كره قدم. بص هو انت على المقعد ده محلل فني طبعا فني قدير طبعا يعني. انت بتتكلم في حاجه انت شايفها يعني حاسسها. السكواد اللي عملوه بيراميدز الحقيقه لا يدخلوه في منافسه قويه جدا جدا في دوري ابطال، يدخلوه في منافسه قويه جدا في دوري عام، لان عندهم نجوم كبار. وهقول لك حاجه، في لعيبه ممكن وهي فرقه لوحدها تصنع الفارق، لعيب واحد من اللعيبه اللي موجوده دي في فرقه ممكن تصنع الفارق. فما بالك بقى رمضان صبحي وعبد الله السعيد، ما بالك بكل النجوم دول. لا بيراميدز هيبقى منافس قوي جدا 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 في كل المسابقات الحقيقه. الكارتي، وليد الكارتي، بلات التري، مهند لاشين، بوبو، تلعب بمين؟ يا كابتن؟ لا هو ولو اديتك تصور كده، طالما احنا اتكلمنا الجزئيه دي بعد ما اتكلم مع اهلي وزمالك وبيراميدز، تشكيل كده متوقع للبيراميدز هتحتار. بص انا هقول لك حاجه، انت فعلا هتحتار. طب ما تختار لي كده تشكيل اساسي. ما انا هقول لك حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي الموسم اللي فات اللي خلاه
بنسبه كبيره جدا جدا يحصد كل البطولات دي. سياسه التدوير، سياسه التدوير دي حاجه، والحاجه الثانيه ان اي حد كان بيلعب كان بيبقى متواجد تمام بشكل قوي جدا جدا. تمام. نفس الحكايه في بيراميدز الموسم دوت. الحقيقه النجوم اللي راحت دي اي حد هيلعب هينتج بشكل كبير جدا. في المرحله المهمه كان الاهلي له هيكل واضح، برستاو يمين، هشام شحات شمال، ماشي، كهربا خد الحته بتاعته، هو من ورا مروان عطيه لما قدم على النادي الاهلي، وديانج يعني حمدي قبل ما يمشي. هقول لك حاجه، الشناوي اساسي، يمين هاني، شمال علي معلول، السد باكين عمان عم وياسر. يعني بص انا هقول لك حاجه، هو كولر الحقيقه تفادى، عشان كده انا بقول لك ان كولر ده من المدربين العباقره. خلينا ناخد بيراميدز ونختم ماشي ماشي. زي ما قلت لك ان هو يبقى من ضمن الفرق المنافسه بشكل كبير جدا جدا. وانا حتى شوف احنا بنتكلم مع بعض، انا ما اقدرش اقول لك 11 لعيب في بيراميدز يعتمد عليهم بشكل اساسي، لكن كلهم لعيبه مميزين. ماذا لو اتعرض عليك اسامي وانت بتحط التشكيل؟ ماذا لو؟ يعني احنا بنقول بنتخيل حاجه، يعني سيناريو تخيلي يعني الشيبي ومحمد حمدي. عندك تحت طبعا مرعي هيبقى عنصر اساسي مع علي جبر مثلا، مع علي جبر والاثنين الحقيقه مميزين في حاجات كتير جدا، وخصوصا علي جبر مميز في الكرات العاليه وبيشيل لك الحاجات دي وبيحميك من يحملك ال 18 بتاعك. شناوي حارس مرعي من اللعيبه المميزه جدا. شناوي طبعا حارس، ويمكن هو عمل موسم كويس الموسم اللي فات الحقيقه. عندك بوبو ولاشين، دول لعيبه طبعا يعني انا في رايي ان هيتحطوا بصفه اساسيه. وبلاتو تري وكارتي يروح فين؟ وبرضك نفس الحكايه نفس الحكايه، ده كارتي ده من افضل اللعيبه في الموسم، وابراهيم عادل الموسم اللي فات. ما هو ده اللي انا لسه كنت بكلمك فيه يا محمد. لا يعني انت عندهم لعيبه الحقيقه، اللعيبه اللي بتصنع الفارق. ممكن تبقى انت جايب لعيب عادي، لعيب مميز، لكن ما يصنعلكش الفارق. كل في حوالي 10 لعيبه في تيم بيراميدز الموسم ده، كل واحد فيهم يصنع الفارق، ودي هتبقى اضافه قويه جدا للدوري المصري. احنا قدامنا دقيقه كمان، دقيقه احنا كده قفلت ملف بيراميدز. نقدر نقول كده بيراميدز عنده سكواد قوي طبعا، عنده تواجد على ارض الواقع، هيبقى تواجد قوي سواء محليا او افريقيا. يعني في دقيقه توقع حضرتك للاربعه الكبار اللي في الدوري السنه دي من الاول للرابع. يعني اهلي، بيراميدز، الزمالك لو حل مشاكله هيخش في المنافسه بشكل قوي، لان عندهم مدير فني على مستوى عالي. يمكن بس هو كان ناقصه الحقيقه بعض المراكز عشان ينفذ طريقه اللعب اللي هو جاي ينفذها يطبقها. في بيراميدز وفروا طلاب العصفور صح؟ في بيراميدز خلاص طبعا بيراميدز ما عندوش الراجل المدرب ما عندوش حجه. الفرقه بقى الرابعه يعني انا مش عارف، يعني حتى كنت عاوز احط فيوتشر، بس المصري عامل صفقه قويه جدا، المصري، البنك الاهلي، سيراميكا طبعا فيوتشر فاركو، ممكن نقول فيوتشر بعد يعني بعض يعني النجوم اللي برضه النجوم الثقيله مشيت من فيوتشر، هتفرق معاهم. وبرضك نفس الحكايه علي ماهر. علي ماهر المفروض ان هو كان ليه دور كبير جدا جدا في النتائج الايجابيه اللي كان عاملها فيوتشر في خلال الموسمين اللي فاتوا. يوسف سيد معوض، طمن عليه، ما تقولش انا عمر انا عندي معلومات مش هقولها على الهواء احتراما لرغبه، بس ماشي في الطريق الصح. طيب ماشي في الطريق الصحيح والحمد لله. الحمد لله، اصل انا عارف سيد لما دماغه بتنشف على حاجه يعني انسى. الحمد لله زي ما قلت لك، اصل هو من ضمن اللعيبه اللي مش رايحين ما راحوش اسبانيا عشان يعملوا معايشه. ده عمل فتره اعداد، ومش عامل فتره اعداد مع 2006، ده عامل فتره اعداد مع الفرقه الثانيه على طول اللي بعد الفرقه الاولى. فبالتالي هو عمل شغل بشكل مميز جدا 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 الحمد لله. وخلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله في حاجات تبقى حاجات كويسه ان شاء الله. هو الولد برضو انا اسمع بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، عنده تالنت وعنده فكر وعنده برضو فيجن كده على طريق صلاح. يعني الراجل عايز يعني يحترف وعايز يتواجد في الملعب الاوروبي. يعني هو الحقيقه زي ما صلاح نجاحاته عشان عقلية احترافية، هو عمر نفس الحكاية. يعني انت مثلا عمر لما جه مثلا شاف صلاح وهو بيلعب التيشيرت عامل عضلات بطنه ازاي وبتاع، فعاملها وجه في مباراة راح قالع وعامل. فلا هو عقلية احترافية وعاوز يوصل، عاوز يبقى نجم كبير.
فده طبعا هيساعده ان هو ينجح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تشرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا محمد. استمتع بوجودك حضرتك معايا. ربنا يخليك يا محمد. وانت بعتني انك هتجيب لي كابتن مختار. ان شاء الله باذن الله. يا سلام بقى لو كابتن محمد عامر وكابتن ماهر همام تبقى يعني حلقه لتاريخ كبار وتاريخ جيل ذهبي للنادي الاهلي. والله ان شاء الله. نفكر فيها ونحاول طبعا مع زمان في الاعداد اكيد في الاخراج عشان ما بنروحش الحاجات دي بتاعتهم هم اللي بيخططوا لنا والاخراج هو اللي مش هنتخطاهم طبعا. طبعا اكيد لا احترام متبادل اكيد وهم طبعا فريق الاعداد ناس اعلى مستوى اعلى مستوى فاضل كلهم طبعا. كابتن رمضان شرفتنا النهارده. ربنا يخليك يا محمد. الله يخليك. اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الرومنتادا. اشوفكم بكره في حلقه جديده من الرومنتادا على شاشه قناه المحور. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.